أصدرت شركة أوغلفي نور تقريرا بشأن التسويق الإسلامي للعلامات، وأشار التقرير في بعض جوانبه إلى أن الجيل الجديد من المسلمين يعيد تعريف معنى أن يكون المرء مسلما عصريا، مما يخلق مفاهيم جديدة للفخر بالدين والتقدم الاقتصادي والشعور بالانتماء العالمي. العلامات والإسلام والمستهلكون المسلمون الجدد هو عنوان التقرير الذي أجرته شركة أوغلفي نور، الشركة العالمية متعددة الاتجاهات للتسويق الإسلامي للعلامات. خلصت من خلاله إلى أن هؤلاء المستهلكين يمثلون شريحة هامة جدا بالنسبة للمسوقين، وذلك أن قطاع الحلال لوحده تبلغ قيمته تريليونان ومئة مليار دولار أمريكي، وينمو بقيمة 500 مليار دولار سنويا. ووفقا للدراسة التي أجرتها أوغلفي نور، فإن دوافع المستهلكين من المسلمين تأتي في إطار الخلفية الواسعة من التنوع العرقي والاقتصادي والسياسي والديني في العالم الإسلامي، كما يكشف التقرير عن الكثير من السلوكيات النمطية المتعلقة بمواقف المسلمين تجاه العلامات واتصالاتها التسويقية. وبالإضافة إلى ذلك، توفر الدراسة نظرة متعمقة لقيم الشريعة الإسلامية وكيف يمكن للعلامات أن تتوافق مع هذه القيم. معنا تانيا درنيقة، مديرة التسويق الاستراتيجي في شركة أوغلفي أند ميذر للأبحاث، وهي معدة هذا التقرير. تانيا، بداية نرحب بك في برنامج مرابحة. التقرير فيه العديد، وهو أمامي، فيه العديد من التفاصيل والمواضيع. ما هي أبرز ما جاء في التقرير؟ أبرز ما إجا بالتقرير هو أنه في اليوم مستهلك جديد يلي هو جيل جديد من الشباب يلي هن كتير مفتخرين بدينهم وعندهم إيمان قوي، وهيدا الإيمان عنده تأثير مهم على قراراتهم بالنسبة للشراية، بالنسبة للماركات، بالنسبة للشركات يلي ورا هالماركات. وكمان هيدا الجيل الجديد ما بيشوف أي تضارب بين إيمان والدين الإسلامي وبين التطور والنجاح. ماذا عن الأولويات؟ هل رصد التقرير أو الدراسة رصدت أولويات المستهلك المسلم، وخاصة من الجيل الجديد من الشباب؟ أول شيء، أهم شيء كان يلي استكشفناه بهالدراسة هو إنه الموضوع أهم بكتير لإلهم من مجرد اسم حلال على منتج. هيدا أكيد اسم الحلال على منتج، الماركة، هيدا ستامب يلي بيحطوه على المنتجات كتير مهم، بس يلي أهم من هيك لهالجيل الجديد المتطور المتنور المتطلب هو أسلوب الشركات يلي عم بيتعامل معه، هي صيت الشركات يلي عم بيتعامل معه، وعنده وعي كبير بالنسبة للشركات. ماذا عن المنطقة الجغرافية التي غطاها التقرير، وما هي أبرز الفئات التي بحث فيها؟ نحن عملنا الأبحاث بالمملكة السعودية العربية، في مصر، في باكستان، وفي ماليزيا. ما هي الفئات التي يعني في تنوع بهالأسواق أكيد، باللغة، بالاقتصاد، بالثقافة. سنقينا أربعة ماركتس يلي هي شوي بتختلف عن بعضها. يعني هنا التقرير يشير إلى أن القطاع الحلال يعني وصلت قيمته إلى 2 تريليون دولار، وينمو سنويا ب 500 مليار دولار. هذا رقم كبير جدا. ما هي الأسباب الجوهرية التي تقف وراء هذا النمو الكبير؟ في هذا المستهلك اليوم، المستهلك المسلم اليوم مصر أن المنتجات يلي بيشتريها وبيتعامل معها والشركات يلي بيتعامل معها تكون حلال، وتكون الشركات وراها تتعامل بطريقة يلي هي بتلائم مع الشريعة الإسلامية. لكن يشير التقرير يعني إلى أن يعني رغم المبالغ الهائلة التي تنفق على العلامات التجارية في قطاع الخدمات المالية، إلا أن والمصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، إلا أن الشركة رأت بأن الأغلبية من المستهلكين يعتقدون بأن هذه الفئة هي الأقل فاعلية. ما هي الأسباب؟ هي مش أقل فاعلية، هي إذا فاجتنا الأبحاث إنه إذا بدهم يقارنوا بأهمية الشريعة بالمنتجات، شو أهم؟ أكيد أهم يكونوا المأكولات والمشروبات والملابس وكل المنتجات يلي هي قريبة على جسم الإنسان، أهم إنه تكون شريعة على حساب الخدمات المصرفية. وفي كمان في شوية قلة فهم، في شوية قلة وضوح بالنسبة للخدمات المصرفية وكيف فيها تكون هالخدمات شريعة، يعني شوية صعب الموضوع تيستفهموا.
هذا بالنسبة يعني أعتقد بأن الأمر قد يختلف في الدول الإسلامية، لكن ماذا عن المجتمعات الإسلامية في الدول غير الإسلامية؟ في أوروبا مثلا؟ في أوروبا المستهلك بعد أهم له أنه يلاقي منتجات حلال ويلاقي خدمات حلال من المستهلك يلي ساكن ببلد يلي هو إسلامي، لأنه يلي ساكن بحاليا هون بيعرف أنه أكترية الخدمات وأكترية المنتجات رح تكون حلال، بس يلي ساكن برات البلد عم بيفتش على هالمنتجات أكتر. نفترض بأن الأمر أيضا يختلف بالنسبة للشركات، يعني من الشركات العالمية التي تتواجد في مناطق يعني إسلامية والشركات المحلية الإقليمية التي تتواجد في هذه المناطق، هل استراتيجية التسويق بالنسبة لهذه الشركات تختلف؟ في 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 فرق كبير، وفي في وطلعنا بالدرس كمان هذا، ركزنا على هذا الموضوع بالدرس إنه شو الفرق بين الشركات العالمية وشو الفرق بين الشركات المحلية، وشفنا إنه الشركات العالمية مثلاً بلكي متطورة أكتر بس منا قريبة على المستهلك مثل الشركات المحلية يلي هي من المستهلكين، بقريبة أكتر على المستهلك بس بلكي منا متطورة بنفس الطريقة مثل الشركات العالمية. التقرير يشير إلى وجود 8 خطوات وهي مجموعة تدابير يعني قد تساهم في نجاح العلامة التجارية لأي شركة، ما هي هذه التدابير؟ أهم شيء، أول شيء اللي استكشفناه بهالدراسة، اللي تبيننا بهالدراسة، إنه أهم شيء مشاركة الشركة بالمجتمع يلي بتتعامل فيه، يعني شو بتعمل هالشركة تتساعد المجتمع يلي هي عم تتعامل فيه، هيدا أهم شيء، أهم من الإعلانات، أهم من أي شيء. هي أول شيء. تاني شيء أكيد المنتج، المنتج لازم يكون صحي وخالي من المواد الضارة. تالت شيء أكيد الوسائل الإعلانية، وسائل الأدفرتايزنج والإعلانات لازم تكون ملائمة مع أسلوب الإسلام. الدعم external endorsement، شكل المنتج، اللغة تبع المنتج، أهم شيء اللغة العربية، حتى لو الاسم مش مكتوب بالعربي بس يكون عنده نيوانس عربية، هذه كتير مهمة، ويكون في وضوح على المنتج تيفسر شو في شو المكونات تبع هالمنتج. كمان في معاملة زبونات كتير مهمة، كيف نتعامل مع زبونات، كيف بتتعامل الشركات مع موظفينا كتير مهم، هو الشباب الجداد المتطورين بدهم يفهموا انه هيدي الشركة بتتعامل بطريقة مظبوطة، كيف بتتعامل الشركة مع موظفينا، قلنا موظفينا شو كمان شو نسيت قلنا صاروا 8 يعني نلاحظ هناك تركيز على جيل الشباب. نعم. هل من الممكن أن تعطينا فكرة على السلوكيات النمطية المتعلقة بمواقف المسلمين تجاه العلامات التجارية؟ بيعملوا أبحاث أكثر. هالجيل الجديد معلم وبيفهم وطموح وبيعمل أبحاث عن الشركات، سو مش الختم لوحده ما بيكفي، تأثر في قطاع تكنولوجيا المعلومات أكبر أكيد، وبينقل هالمعلومات، إذا مبسوط بالمنتج وبيفتكر إنه هذا المنتج ملائم معه ومع أسلوب حياته رح يخبر الكل، وإذا شايف إنه هالشركة عم تتعامل بطريقة يلي هي ضد أسلوب حياته رح يخبر الكل. يعني أنا لفتتني يعني فكرة ضد أسلوب حياته، نفهم هنا نتحدث عن سياسة المقاطعة التي هي جزء من هذا الأمر، يعني هذا الأسلوب هو متبع لدى الكثير من المستهلكين حول العالم ولا يقتصر على الأمر على المسلمين فقط، كيف يمكن تجنب الإثارة السلبية لموضوع يعني من أجل عدم دفع المسلمين إلى مقاطعة منتج معين؟ يعني أهم شيء لشركة يكون صيتها يكون نظيف وصيتها يكون منيح ومعاملتها تكون مظبوطة وأصلها يكون مظبوط، ويعرفوا أنه هاي الشركة بتتعامل بطريقة يلي هي مثل أسلوب المستهلك اللي عم بيستخدمها. تانيا دورنيئة مديرة التسويق الاستراتيجي في شركة أوغلفي نور، شكرا جزيلا لك. ميرسي كثير، شكرا.